شرفين بالحضور ديالك اليوم المخرج السينمائي نوزل الشيخ حلو، اهلا فيك. في اطار وجد عاصمة الثقافة العربية من خلال مهرجان المتوسطي للسينما والهجرة، احنا متشرفين اولا بالحضور ديالك، واكيد انه اضافة لنا بالمنطقة الشرقية. شنو ممكن تقولنا على هذا الحدث الدولي اللي كتعيشه المنطقة الشرقية، وخصوصا انها كتهتم تهتم خصوصا ب تهتم بالانتاجات السينمائية للعالم؟ طبعا شكرا جزيلا لكم الاستضافة الكريمة. أكيد مهرجان سينمائي دولي صادف في مدينة وجدة اللي هي عاصمة الثقافة العربية، هذا بحد ذاته إنجاز مهم جدا. ونحن دائما نركز أنه أي مهرجان سينمائي دولي في أي مدينة هو بحد ذاته عرس في كل المدينة. وطبعا المهرجانات السينمائية هي من أجل توعية الأجيال ونشر مفاهيم السينمائية، وطبعا هي السينما مهمة في نقل رقي المجتمع إلى المجتمع الدولي. فإذا كل مهرجان سينمائي دولي هو مهم أولا للمدينة حتى يعكس ما موجود من المدينة من مقومات حضارية، من إرث حضاري، ومن وحتى إلى إذا تكلمنا على مستوى المنتجات الوطنية في هذه المدينة، إضافة إلى توعية إذا تكلمنا على مستوى المنتجات الوطنية في هذه المدينة، إضافة إلى توعية الأجيال وتوعية سكان المنطقة بمفهوم السينما وبمفهوم الرسائل السينمائية التي تنقل من خلالها قضايا الإنسانية وقضايا المجتمع إلى المجتمع الدولي. شنو من خلال عرضك لهذا الأفلام أو الفيلم، شنو مثلا الميزة اللي كتخلي اللي باش كتميز هذا الفيلم أو هذا الإخراج ديالك من خلال الموضوع ديال المهاجرين؟ طبعا للأسف احنا لحد الآن ما شفنا الأفلام، لأنه اليوم هو اليوم الثاني بعد ما كان يوم أمس افتتاح المهرجان. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.